في أول 60 عاماً من إصدار جائزة الكرة الذهبية لم يفز بالجائزة سوى 4 لاعبين إنجليز، فقط كيفن كيغان حققها مرتين. بشكل مذهل حقق كيغان الكرتين الذهبيتين خلال 3 مواسم قضاها مع هامبورغ، ليثبت أن لاعب كرة القدم الإنجليزي يمكنه أن يبدع في الخارج. صنع اسمه في ليفربول في السبعينيات، وأكمل كيغان مسيرته في هامبورغ محققاً جوائز فردية ولقب الدوري الألماني. لم يمتلك السرعة والموهبة، لكنه وصل إلى معظم قدراته بفضل العمل الجاد والتصميم، وهي تركيبة جعلت منه أفضل لاعب إنجليزي في عصره.